يلتجئ الى التجاوز. الله يساعدك حجي، شلونك؟ نحكي وياك شويه. انا يابا شلونك؟ شلون شفت الشورجه؟ اسعار الشورجه؟ نعم افتر يالله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بيها غلى، بيها اكو غلى مقارنه بالدولار ان كان 120. نعم، يعني اليوم انا تحدثت في اصحاب المحلات قالوا احنا شغلنا مو مثل قبل صار، يعني اكو تحكي على الشورجه، احكي المحلات بداخل المناطق. نعم الشورجه اسعارها يعني لا بأس بيها. نعم هي ايضا اثرت عليهم يعني هم صعد قبل ممكن انت هم صعد بس اكو نص دا يبيعون بعد ما يسوقون يعني. نعم. اشوف هالعرباين يبيع بعد ما يسوق. نعم يعني صارت ضعف بالاقبال المواطن. نعم. نفس الحاله من يشوف يعني قبل انت كنت مثلا بورقه تشتري فد 10 حاجات، هسه بورقه تشتري 6 حاجات 5 حاجات. نعم زين انت كمواطن اليوم شلون تشوف قدرتك الشرائيه مثل قبل؟ انا اقدر اشتري بس غيري يجوز ما يقدر يشتري. نعم الناس البسيطه ما يقدروا. نعم زين الانتخابات يوم امس شلون شفتها؟ شلون شفت الواقع؟ يعني لا شاركت ولا اريد اشارك بالانتخابات احكيك. نعم. صراحه ما يعني ما شاركت بالانتخابات. لا. اكيد هذه حريه شخصيه وراي شخصي انت طبعا ما يفيد لي ما يصير شارك. نعم ما يصير يعني ما عندك امل بانه لا اذا ما يتغيرون ذولا كلهم ما يفيد ما يصير شارك. نعم يتغيرون كلهم تجي طبقه جديده تحكم. نعم هاي قناة. نعم احنا قناة وطن. نعم احنا نشكرك يا ابا. شكرا جزيلا لك.